عاد الزمن الى الوراء قبل 2011 ساخرج؟ لا عم اكيد ما بعيد الثوره ما بتأيد ما بعيد ايوه نعم ليش انها ثوره لابد منها لا ما عيد ليش لانه شوف في ناس قتلوا في ناس ماتوا في ناس والله نرجع على حقنا الاول فقط قبل 5 سنوات كان الوضع في افضل حال مما نحن فيه اليوم هذه ضريبه لابد منها من اجل الحريه ضروري انا مؤيد للثوره هذه الثوره اوقظت الشعب اليمني واوقظت الشعوب العربيه بشكل عام الاهداف هذه لم تحقق للاسف اصبحت اسوء واسوء ما كانت عليها حتى بعض الناس يقول لك يقولونها سلام الله على عفاش الثوره اتت في وقت لا مجال للثوره والله كنا نتخيل انه بعد 2011 انه بتستقر البلاد وبعد تدخل في مرحلة اقتصادية منتعشة والله كنا نتخيل اليمن بعد قيام الثورة يمن جميل ويمن مشرق فلا شك اننا كنا نتخيل يمن اخر يمن من نوع جديد يمن اتحادي واقولها لك انه نحن في الساحة نتخيل اليمن الفيدرالي لكن انصدمنا صدام فعلي يعني اليمن نزلت معاطي العش فوق لا نزلت كلها تحت يعني لو بغينا الان نقوم ببناء اليمن بيقول 50 سنة يعني لا هو الجيل حقنا ولا الجيل اللي بعدنا الشيء جيل ثالث والله لازلنا في دائرة تمام في دائرة يعلمها رب العالمين دفعنا فيها ثمن ودفع فيها الشباب ثمن لكن إن شاء الله سنتغير